هما أهم النقاط اللي غادي تدافع اليوم في هذا مشروع القانون المالي 21، وثانيا هناك تعديلات ربما ديال الحزب ديالكم. وأولا احنا تنقولوا بأنه هذا القانون المالية، مشروع القانون المالية، جاء دون الانتظارات، لأنه رغم أن الحكومة تقول بأنه كاين 230 مليار ديال الدرهم اللي هو مجهود استثماري، ولكن ما فاش كنشوفوا المعطيات كنلقاو بانه الواقع شيء اخر، لان من هاد 230 مليار ديال الدرهم كاين 85 مليار درهم 75 مليار درهم اللي هي فقط ضمانات، وكذلك كاين 45 مليار درهم اللي غتمشي لصندوق محمد السادس للاستثمار، ولكن 15 مليار درهم فقط مساهمه ديال الدوله، و30 مليار غتجي من القطاع الخاص. اذا تقريبا واحد 105 مليار ديال الدرهم هي افتراضيه، يعني ما كايناش عند الحكومه. اللي كاين عند الحكومه دابا هي 115 مليار ديال الدرهم، ولكن الا جينا نشوفوا نسبه الانجاز تلقاو يعني عاده تكون 60%. اذا اللي كاين حقيقيا هو 70 مليار درهم. هذا هو اللي خصنا نقولوا للمواطنين، ما يمكنناش نبقاو نشيروا بالارقام ونقولوا 133 مليار درهم. كما تنقولوا كذلك الحكومه قالت بانه غدير 34 مليار ديال الدرهم لاستبدال الاستيراد، ولكن كيف فين ما كايناش في الميزانيه. اللي كاين في الميزانيه دابا تقريبا مليار و100 مليون درهم لدعم الصناعه. اذا ملي غنجيبوا 34 مليار ديال الدرهم، اذا كاينه اشكاليات حقيقيه بالنسبه للتجاوب مع الانتظارات ديال المواطنين، الانتظارات ديال الطبقه المتوسطه. حنا بهذه المساله ديال التضامن ضروريه، ولكن التضامن خصنا نمشيو للطبقات اللي يمكن لها ان تؤدي التضامن، ماشي اللي عنده 10000 درهم، مشيو اكثر من هذا، مشيو الرواتب العليا، مشيو مثلا كذلك شركات التامين اللي ما ساهمتش بشي طريقه اللي هي مهمه، مشيو يعني امور اخرى باش يمكننا نجيبوا هذه المساله ديال التضامن. هو احنا في الموقف ديالنا اساسا اولا ان هذا القانون تنعتزو كون انه ركز بالدرجه الاولى على القطاعات الاجتماعيه. ملي تنقول القطاع الاجتماعي كاين واحد المشروع كبير اللي جلاله الملك عطى الانطلاقه ديالو ديال تعميم التغطيه الاجتماعيه على كل المواطنين، وهذا اساسي باعتبار انه يوفر واحد الخدمه مهمه للمواطنين، وغادي يوسع لهم فيما يتعلق بالاستشفاء فيما يتعلق بالجانب ديال التغطيه الاجتماعيه. هو التعديلات عندنا بالاساس كان نقاش على المساهمه التضامنيه. حنا في هذا الباب هذا بغينا نركزوا على التضامن كمبدا دستوري، ولكن داخل هذه المساهمه التضامنيه نراعيو نشوفوا القدرات ديال كل واحد، ما نبقاوش في هذا الوعاء بهذه الدرجه اللي كاين دابا، بحيث يكون واحد الوعاء اللي هو تراعي القدرات ديال الاجراء والقدرات ديال الشركات، وبالتالي غادي ما متفقينش مع هذا السقف ربما. لا متفقين مع المبدا ديال المساهمه التضامنيه، ولكن من الناحيه التقنيه غادي يكون عندنا تعديلات، لان مثلا نعطيك مثال تنقولوا هاد القطاعات اللي كانت في الواجهه، الاطر الطبيه، الاطر التعليميه، الاطر الامنيه، هذه قطاعات كانت في الواجهه وقدمت خدمات جليله، فيعني اقل ايمان من حيث التحفيز انه ما ندخلوهاش في هذه المسامحه. شنو هي اهم التعديلات اللي يمكن او الحزب ديالكم غادي يقترحها في هذه مناقشه القانون الماليه ديال 21؟ اولا لابد ان نضع سياقا لهذا النص القانوني المهم في السياسه العموميه بلادنا، قانون ماليه 2021 الذي يرتبط اليوم بالسياق الذي نعيشه في ظل تداعيات جائحه كورونا. وبطبيعه الحال ما نسجله بان هذا النص اولا لم ياتي متجددا بالنظر الى ما تطلبه الظرفيه، وبالتالي كانت فرصه سانحه بان ياتي بمنطلقات اكثر توريه فيما يتعلق بالتوازنات الاقتصاديه وتحقيق الطموحات التي ندعو اليها، يعني باسم حزب التقدم والاشتراكيه كفكر يعني اشتراكي يؤمن بشكل كبير بالعداله الاجتماعيه والتوزيع العادل للثروه. اعتقد العنوان الكبير لهذا القانون الماليه ديال سنه 2021 هو موضوع الحمايه الاجتماعيه. الان المغاربه طبعا من بعد التعليمات الملكيه الساميه اللي كنعرفوا هذا ورش ملكي بامتياز، من بعد التعليمات الملكيه الساميه في الخطب المولويه الاخيره تعطات تعليمات الحكومه الان تعمل على يعني اخراج هذا المشروع هذا. انا اعتقد هذا عنوان كبير، لانه المغاربه اليوم جميع المغاربه بدون استثناء غادي اليوم تكون عندهم رعايه صحيه، وغادي يكون عندهم في افق او في مستوى ثاني تقاعد مهم. هناك مساله التضامن ما بين
الفئات ستكون موضوع نقاش كبير. التجمع الوطني الأحرار وفريق التجمع الدستوري عنده وجهة نظر صحيح أنه جميع الفئات يجب أن تتضامن، لكن ليس كل الفئات، الفئات اللي عندها إمكانيات ستكون من التعديلات، ربما ستكون من التعديلات التي سوف ندافع عنها داخل اللجنة. أيضا الاستثمار، صندوق محمد السادس للاستثمار 45 مليار درهم، رقم مهم. سنتناقش داخل الحكومة حول قدرة هذا الصندوق على ضرورة توفير المناخ والإمكانيات وأيضا يعني الضوابط القانونية باش يقوم هذا الصندوق هذا بدوره كاملاً.